عسلامة، مرحبا بكم مع أمولة. اليوم غصيدنا بسكوي غولي بالمعجون، بنين برشا، رسيد سهلة، لفطور الصباح ولا لقهوة العشية بنينة والكمية ما شاء الله. ما تنسيوش لايك وبارتاج، نمشي مع بعضنا تشوفوا الطريقة. خذيتوني سلادية متاعي، خذيتوني كعبتين بيض، ساشي سكر فانيي، سامحوني خذيت 80 غرام كهو سكر، نحبش تجيني برشا حلوة البسكوي متاعي. نخدمهم هكا باليد، مش بالضروري نخدمو بالفوي باش الكتريك. معناها نضيف 100 مليلتر حليب، 100 مليلتر زيت نباتي، انا حطيت هوني زاده شويه ماء عطر شيه، يعني تقريبا مغرفه كبيره، وهوني تقريبا 400 غرام فارينه ضفتهم، عصير شيخ ميره نتاع الحلويات. نلمد بالباهي البات، ما نعجنهاش راهو جوست نلمدها ونخليها تقريبا 10 دقائق دو كوتي، انا ما خليتهاش برشا. من بعد نجمو تقسموها يعني تعملوهم كبار ولا صغار كيف ما تحبوا انتوما. لفوها بالبابي بطبيعة الحالة ليمونتيغ. أنا قسمتها على ثلاثة، يعني باش نعمل ثلاثة بنفس الطريقة، يعني الثلاثة بالمعجون يعني نتاع الفريز اللي نحضره في الدار وشاركته معاكم أكثر من مرة. نلف هكا، نحل بالباهي بالقلقال ونلف هكا شوية دوبليش، يعني اللي كوتي هذوك من الكل باش ما تخرجش بطبيعة الحال المعجون نتاعي. هذايا هو شاركته معاكم كما قلت لكم أكثر من مرة، اكتبوا معناها الغوسيت وبعد اكتبوا اسم الحساب تطلع لكم، وإلا تمشيو زاد على قناتي على اليوتيوب كيتشن أمال تونيزيان. نكمل نحط هيك المعجون نتاعي ونبدا نلف بشويه باش معناها التوينه على الجناب باش ما يخرجش معناها المعجون نتاعنا لي كوتي. نكملهم الكل بنفس الطريقه، بطبيعه الحال نحط شويه فرينه على الوجقه، وكاين اختصت يعني بالفرينه. دونك كملت هوني، خذيت اصفر عظمه، زدت شويه خل مش برشا، ندهن هيك البسكوي نتاعي. ها هما ثلاثه كعبات ما شاء الله، حطيت ترشوا زلجلين، ترشوا فيكيا، ترشوا انا حطيت زاده شويه بفريوه سامحوني مهروشه، يعني كيما تحبوا انتوما تنجموا تحطوا هيك من فوق تزينوا، سينو تنجموا تخليه كيف ما هو. الفرن 180 درجه، لازم يكون سخون من قبل تقريبا 25 دقيقه. نخرجوا من بعد البسكوي نتاعنا، نخليوه يرتاح ونقصوه. انا الحقيقه قصيته هو الحقيقه مازال سخون شويه. هاو شوفوا هني المعجون روعه، تنجموا تعملوا باي نوع حتى بالشوكولا. انا اخترت حبيت نعمل بالمعجون، شاركت معكم الغوسيت بكل تفاصيلها، سهله وبنينه، وبسكوي هشوش زاده كيف كيف مع قهوه والا حتى الفطور الصباح بنين برشا. كونتيتي شوفوا يعني ما شاء الله خير وبركه. تنجموا انتوما اللي ما يحبش يعني المعجون ينجم يبدل الشوكولا، تنجموا تبدلوا يعني اللي تحبوا انتوما تشتيوه تنجموا تعملوا مش معناها معجون نتاع المشماش السفرجل اللي ما تحبوا عليه تنجموا تحطوه. انا ديما كيما نقول لكم عليا باللي غوسيت، وانتوما من بعد بطبيعه الحال تستمتعوا بالغوسيت نتاعكم وتشخشقوها كيف ما تحبوا، والسوا بعد يرجع لكم. هذه هي غوسيتنا اليوم، شوفوا بنا بنا بنا، ننصحكم تخليوه تبرد شويه يبرد يعني، وبعد تقصوه. انا بون حبيت نقص ونوريكم. صحه وبشفاء لكم بالمسبق، ما تنساوش ديما شجعوني باللايك والبارتاج، مهم مهمين برشا يا جماعة. في كل مرة نرجع معكم ببنة جديدة، وننتظر منكم أكثر تشجيع مقارنة الحقيقة بالمجهود اللي أنا قاعدة نقدم فيه معاكم. إن شاء الله نلقاه من عندكم بالطبيعة، كما ديما نقول أنا عليا بالليغوسيت، والتشجيع راهو من عندكم أنتوما، حاجة معناها تخليني ديما نبدا هكا نتشجع باش نعمل معاكم دي فيديو كل، وتمشيو زاد على قناتي على اليوتيوب وتشجعوني، ومرحبا بكم زاد على حسابي على الانستغرام بسكوي غولي بالمعجون، معجون لفخيز في ميزون باي امولا. في امان الله، نحبكم برشا.